الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير الجدل حول دخولها القفص الذهبي مرة أخرى. إليكم التفاصيل. من جديد، أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، وذلك بعد أن نشرت صورة عبر خاصية القصص القصيرة والتي لمحت فيها إلى موضوع الزواج. ونشرت دنيا بطمة تدوينة تقول فيها: 2024 ستكون موسم الحب والتقدم والفرح. وأضافت قائلة: 2024 صفحة جديدة. ونشرت إيموجي لقلب أحمر مع خاتم. هذه التدوينة أثارت شكوك وتساؤلات متابعي وجمهور الفنانة دنيا بطمة حول دخولها للقفص الذهبي مرة أخرى بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك وأب ابنتيها غازل وليلا روز.